نرحب بحضراتكم في الفقرة الثانية، وهنتكلم فيها عن أكتر من ملف، وتحديدا نتكلم عن ملف الألعاب الأخرى، كمان استضافة مصر للعديد من البطولات مؤخرا. خلينا نرحب بس في البداية بالناقدة الرياضية دينا نبيل. بونجور يا دينا. صباح الخير عليك يا نوال، مبسوطة ان انا معاكي. كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة، وكل كل سنة وكل أمهات مصر طيبين، وكل سنة والناس كلها طيبة بمناسبة شهر رمضان طبعا. وربنا يصبرهم. في بداية الحلقة وأنا بعيد على الأمهات قلت لهم ربنا يديكوا الصبر حقيقي على الضغوطات الكتيرة كمان ليتلي اللي بقت موجودة. تحسي إن الست المصرية أو الأم كمان لا يعني للأسف الشديد عليها ضغط كبير جدا جدا من المجتمع ومن كل حاجة للأسف الشديد. طول عمرها الست المصرية حملت أسية. والله ده حقيقة. بصي بقى، عندنا ملفات كتيرة، وخلينا نبدأ كده بالرياضات الأخرى اللي مصر مؤخرا بقت عاملة طفرة فيهم، خلينا نقول من نسبة الرانكينجز، من نسبة الميداليات، المشاركات، الأبطال. نبدأ من هنا. يعني مؤخرا مصر في مختلف الالعاب، الحقيقه لو هنتكلم على الالعاب الفرديه تحديدا في طفره في الالعاب ديت بشكل كبير، سواء على صداره، على يعني مستوى صداره التصنيف، او على مستوى الميداليات او رفع اسم مصر في البطولات. يعني يمكن كان السكواش يمكن اولهم، كمان السكواش يمكن كان اولهم، كان عندنا لسه بطوله بلاك بول كانت بتتلعب في مصر، يمكن بطلتنا نوران جوهر توجت باللقب. يعني صدارة التصنيف سواء على مستوى الرجال أو السيدات، إحنا محتفظين بالمراكز الأولى، يعني ما بيتغيرش، يمكن التصنيف بيطلع كل أسبوع، ما فيش تغيير قوي. مصر مهيمنة على التصنيف رجال وسيدات. بالظبط، يعني ما فيش تغيير قوي. بطلنا مصطفى عسل طبعا لاعب النادي الأهلي هو المتصدر في التصنيف الرجال، وبطلتنا نوران جوهر هي المسيطرة على التصنيف، واللي بتحتل طبعا صدارة تصنيف السيدات. حلو جدا. ايه تاني رياضات فردية؟ يعني يمكن برضو كان لسه مصر مستضيفة بطولة كاس عالم الخماسي الحديث، واللي بطلنا احمد الجندي ادى فيها بطولة قوية جدا وفاز بالميدالية الذهب. يمكن احمد الجندي قصة نجاح كبيرة جدا، هو صاحب طبعا فضية تاريخية في أولمبياد طوكيو الأخيرة، جاب ميدالية يمكن كانت مش متوقعة قوي بالنسبة للمصريين، لأن لعبة الخماسي الحديث لعبة صعبة جدا. يعني الخماسي الحديث خمس ألعاب في بعض كلهم أصعب من بعض، سباحة وجري وسلاح، الموضوع بيبقى شوية مرهق جدا لو أي حد متابع للعبة. أحمد الجندي جاب ميدالية ذهبية في بطولة كأس العالم الخماسي الحديث الأخيرة، و يعني يمكن هو كان راجع من اصابه طويله بقاله سنه، عنده اصابه في الكتف يعني خلته بعدته عن البطولات بشكل كبير، كان بقاله سنه ما بيشاركش، ففكره ان هو يعود بقوه ويحرز الميداليه الذهبيه ده كان انجاز كبير جدا لاحمد الجندي. وطبعا مش عايزين ننسى ان كان في ميداليه برده من نصيب سلمى ايمن دي بطلتنا الشابه، طبعا جابت ميداليه برونزيه في منافسات السيدات المستوى الفردي. حلو جدا. دينا كمان نقطة مهمة بساعد أو بجانب الطفرة في الرياضات المختلفة سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي، في كمان بطولات كتيرة جدا بقت تقام مؤخرا في مصر، ومش بتقام وخلاص، لا بتقام وبتقام وبتنظم بطريقة محترفة جدا، طريقة يمكن زمان من كام سنة احنا عمرنا ما كنا نتخيل ممكن نستضيف أصلا بطولة عالمية بوفود قد كده، بتغطية إعلامية من كل أنحاء العالم. الطفرة اللي حصلت دي أولا سببها إيه من وجهة نظرك؟ تاني حاجة ازاي استطعنا ان احنا من مستوى هواة لمستوى احترافي في تنظيم البطولات المختلفة؟ يعني بشوف ان التطور البنية التحتية في مصر مؤخرا كان سببه كبير جدا ان مصر تحظى يعني ايه بثقة الاتحادات الدولية في مختلف الالعاب. يعني مثلا لو كان هنتكلم عن بطولة العالم او كاس العالم للدرجات اللي مصر كانت بتستضيفها الاسبوع الماضي، درجات المضمار، كانت في مضمار استاد القاهرة. مضمار استاد القاهرة ده انا بشوف ان هو حاجة جميلة جدا، معمول على مستوى ومعايير عالمية عشان خاطر يقدر يستضيف اكتر، كانوا اكتر من 58 دولة مشاركين في المنافسات. يمكن مصر ما حققتش يعني ميدالية في البطولة، لكن ردود أفعال الوفود على تواجدهم في مصر ومضمار استاد القاهرة اللي زي ما قلت في معايير مميزة جدا ان هو يقدر يستضيف. يعني احنا من سنين ما كناش بنشوف ان مصر بتستضيف كاس عالم او بطولة عالم للدرجات، لان زي ما قلت الدرجات لعبه صعبه قوي، في ناس ما كانش عندك البنيه التحتيه بتاعتها اصلا. يعني بالظبط، يعني يمكن دوت شفناه في السنين الاخيره، حتى الفنادق وزي يعني لو برضو هرجع اتكلم عن الخماسي الحديث في يعني شرط لازم الملاعب كلها تبقى قريبه من بعضها لان سباحه وسلاح، فده برضو مش موجود في كل الدول، ده موجود برضو في مصر. فكل ما بتكون الملاعب مناسبه والبنيه التحتيه والفنادق تقدر تستوعب كل البطولات العالم تحديدا بيبقى فيه اكتر من 100 دوله ودول كتيره قوي، كل ما بيكون دوت
موجود ان هو متوفر في البلد، فالاتحادات الدوليه بتديكي ثقه كبيره جدا ان هي تستضيفي او تنظمي بطولات كبرى، وده اللي زي ما قلت حاصل في السنوات الاخيره. رائع جدا، وفكره كمان مش بس استضافه البطولات المختلفه، فكره ان انا استغل ده تحت عنوان كده او يعني لغه السياحه الرياضيه، ان انا استفيد بده، انا مش بس بنظم بطوله وبتنجح، انا عايز اعمل ماركتنج لمصر من خلال البطولات على صعيد السياحه الرياضيه، هل ده بيتم استغلاله برضو تقييمك للامور من الناحيه دي او من الزاويه دي؟ يعني هو يمكن في السنين الاخيره كان بيحصل من ايام بطوله العالم للهاندبول اللي احنا استضفناها هنا، كانت رائعه من سنتين، رغم ان هي جت في ظروف صعبه جدا البطوله دي، يعني هي جت في وقت الكورونا وكانت كل الناس بتشكك ان احنا ما نقدرش نستضيفها او ان هي البطوله ممكن تؤجل، لان هي جت في ظروف صعبه جدا، وحتى في منتخبات قبلها انسحبت لان في يعني ضربت الكورونا صفوفها ده قبل كان في عز الكورونا، بس احنا وقتها انا فاكره استحدثنا فكره الفقاعه الطبيه بالظبط اتاخدت عننا بعد كده. صح فعلا دوت احنا عملنا كده، وكانت البطوله ناجحه جدا ان احنا قدرنا نحجم يعني ما بيبقاش في اصابات كتير، يعني حتى اللجوم كانوا جايين هم باصاباتهم، ما تعرضوش للاصابه انت في جايب مصر اصابتك بالظبط، يعني من قبل البطوله اصلا هم انسحبوا. لكن زي ما قلت فكره انه اللاعب او البعثات تصر ان هي تنزل تتصور مع الاهرامات وتنزل صورها على الانستجرام بتاعها او على تويتر، ده مهم جدا لان انت بتستضيفي ابطال عالم، فابطال العالم دول اكيد عندهم متابعين كتير جدا طبعا. ان هم يتابعوهم ويشوفوا هم عاملين تشيك ان فين وبينزلوا صورهم فين، وده اللي يعني لما بيكون كل ما بيكون وقت البطوله متاح، دور طبعا وزاره الشباب والرياضه اللي هي بتقوم ان هي بدورها ان هي تستضيف البعثات سواء في رحلات للاهرامات او الاماكن السياحيه والاثريه في مصر. هروح معاكي لملف تاني برضو مهم جدا، في ملفات لسه وحاجات عايزه اتناقش معاكي فيها يا دينا. فكره هنا التاهيل او التاهل بقى للاولمبياد، عندنا مروان القماش وعزمي محلبه لحد دلوقتي رمايه وسباحه هم المتاهلين، مين تاني من ابطالنا متوقع ان هم يتاهلوا وينقصنا ايه بقى؟ هتكلم عن باريس 2024 عشان اقدر اقول مصر في ليفل تاني خالص، يعني ميداليات بقى وذهبيات وغيره، مش كل مرة أروح أقول الحمد لله أن أنا حققت 3-4 فضيات برونزيات، لا أنا عايز ليفل تاني، لأن أنا عندي البوتنشال، عندي اللعيبة الرائعة بأقل الإمكانيات بتحقق حاجات أكتر من هي مطلوبة منها أو متوقعة. الرقم الثالث، عندك اهتمام من قبل القيادة السياسية، الاتحادات دايما رؤساء الاتحادات لما بنستضيفهم يقولوا لك لا احنا بنحاول نذلذل كل المشاكل العقبات، اللعيبة بتاعتنا بتاخد كل الاهتمام، المعسكر بتتم على احسن وجه، يعني فانا مش شايفه عائق لحد دلوقتي يمنعني ان انا يبقى عندي ميداليات ذهبيه لمصر. ده بالتاكيد، بس انا بشوف انه الاعداد للاولمبيات مش بيبدا قبلها بسنه او قبلها بكذا شهر، يعني انا بشوف ان الاولمبيات المفروض اللي فاتت خلصت، المفروض ان انا ببدا من 4 سنين بجهز لاولمبيات باريس اللي هي 2024. هو ده بالظبط، لان برضو انا بشوف ان كل اتحاد لازم بيكون عنده استراتيجيه خاصه بيه، يعني مثلا الجمباز غير الخماسي الحديث غير التايكوندو غير المصارعه، كل اتحاد لازم يبقى ليه خطته، الموضوع ملوش دعوه بفكره انت الوزاره مثلا بتبعت استراتيجي تمشي على كل الاتحادات، لا الموضوع مختلف. كمان انا بشوف ان الاحتكاك مهم جدا، في اتحادات للاسف لسه ما زال عندها مشكله فكره ان هو اللعبه بتبقى مكلفه جدا على اللاعب او الدعم مش قوي قوي، فهو مش قادر ان هو يسافر بره يخوض معسكرات في اوروبا، وده مهم جدا زي مثلا في تنس الطاوله مثلا، لو هتكلم عن تنس الطاوله تحديدا، ان مثلا البطوله الانديه عفوا المنتخبات اللي زي في اليابان وكوريا والصين دول في ليفل تاني خالص بعد تماما عننا. ما هو ليه بقى ده السؤال، ليه دايما ممكن يعني تلاقيه حد بيتكلم باللغه دي بعاد قوي عننا، ليه بعاد قوي عننا؟ هل ده راجع لايه؟ يعني تقصير من مصر مثلا في هذه الرياضه، في الاتحاد، في اللعيبه، هو في الاعداد؟ الناس دي بتبقى بدات مع اللعبه يعني من سنين كتير قوي، بداوا اعداد زي ما احنا السكواش ما حدش عارف يوصل لنا ليه، لان احنا بادئين من ايام احمد براده وبادئين احنا بس خلي بالك من حاجه دينا، احنا السكواش بادئينه من زمان، بس في لعبه العاب كتير جدا احنا بادئينها من زمان اكتر، بس مش متالقين فيها، فما لهاش علاقه، هتلاقي مصر محظوظه مع اللعيبه بتاعتنا في السكواش فور نو ريزن زي ما بتقال، يعني احنا موهوبين ملهاش تفسير. يعني تلاقي نفسك انا كويسه في كذا، ليه كويسه في كذا؟ ما اعرفش، بس كويسه في كذا، فهي كده يعني. هو بشوف ان برضو الموضوع فيه عبء كبير قوي على الاتحادات ان انت تقدر تسوق للاعيبتك، يعني مثلا دلوقتي في اتحاد الخماسي انا بحس ان هو اكتر اتحاد ماشي بخطه ثابته وموحده ان هو قادر ان هو يحقق ميداليه، يعني هو ما فيش بطوله عالم او كاس عالم هو ما بيصعدش على مراسم التتويج.
اتحاد الخماسي الحديث اكتر اتحاد بشوفه مسيرته ناجحه جدا في اعداد الابطال الاولمبيين. هو ماشي بخطه وماشي بتراك في تراك معين، هو قادر ان هو يحط نفسه ان هو خلاص مصر بقت يعني خلاص دول العالم وكده احنا بنناطحهم في اللعبه دي. ففي اتحادات ثانيه هي بدأ الاعداد متاخر، بتبدا مثلا تيجي قبل الاولمبياد، تيجي قبل الاولمبياد بكام شهر. ما هو ده غلط بالظبط، ده غلط جدا. مثلا اتحاد الاثقال انا بشوف ان هو مثلا من الاتحادات اللي هي قدرت شويه ترجع بعد الايقاف اللي حصل لنا طبعا في السنين اللي فاتت، ان هم قدروا شويه ان هم يرجعوا حبه. بنشوف ساره سمير بتفوز بثلاث ذهبيات في بطوله العالم، بنشوف بطلتنا نعمه سعيد برضو موجوده في بطولات العالم من الناشئين. ففي اتحادات تحس ان هي ماشيه بخطه، وفي اتحادات تحس ان في عشوائيه، في عشوائيه كده للاسف الموضوع ماشي بعشوائيه. فبالتالي انت طالما ماشي بعشوائيه في دول كتير هتسبقك، ما بتطلعش لعيبتك يحتكوا بره في اوروبا. يعني مش عايزه اقول موضوع امكانيات بس موضوع تخطيط كمان، يعني الاثنين مع بعض. طيب هروح معاكي برضو لكام نقطه كده، او خليني ابدا اولا، ليه عندنا برضو قصة عدم التوفيق ما بين الدراسة وما بين الرياضة؟ لاعبين كتيرة جدا بيشتكوا من النقطة دي حتى لما بنستضيفهم هنا، يقول لك أنا مش عارف أوفق بين ده وده. ليه مش زي الدول الأخرى أو بعض الدول اللي هي بتركز قوي في النقطة دي، بيبقى فيه استثناءات للأبطال، لأن أنا كبطل أنا ما أقدرش إن أنا أركز هنا 100% وأركز هنا 100%، فأكيد حاجة هتيجي على حساب حاجة زي ما بتقال. ليه النقطة دي ما فيش حد بيتكلم فيها من أصحاب السلطة في الملف ده مثلا، أو اللي عندهم ساي زي ما بتقال؟ ليه ما حدش بيركز على النقطة دي؟ هو فعلا يعني في ناس كتير بتشتكي كتير جدا. أنا فاكرة بطلتنا سارة سمير اللي هي بطلة رفع الأثقال الأولمبية، طبعا كانت رجعت وهي فايزة بميدالية برونزية في ريو دي جانيرو، أولمبياد ريو دي جانيرو، كان عندها مشكلة إن هي في الدراسه بتاعتها وهتتوقف ومش عارفه تخش الامتحانات. ف يعني انا بشوف ان هو البطل اللي عنده مشكله ان هو يعني عايز ان هو يبقى في نفس الوقت معاه شهاده وفي نفس الوقت يبقى رياضه، بس هو مش عايز ان هو يعتمد بس على الرياضه، لان هو عارف ان هو الرياضه مش هتدخله دخل كبير قوي، مش زي بره. بالظبط مش زي بره، يعني بره هو ممكن مثلا بطل عالم في السباحه وبتاع، يبقى يا دوب معاه يبقى هو معاه فلوس ويقدر ان هو يكمل حياته بس في الرياضه. صح. وان هو قادر ان هو يحصل له اكتفاء ذاتي بفلوسه اللي بيكسبها من الدخل اللي بيكسبه من الرياضه. في مصر لا، الموضوع مش كده. انت عندنا الابطال اللي هم بتوع الاثقال والالعاب الفرديه، لا هي فعلا العاب حتى رغم الاهتمام، بس الدخل اللي بيعود عليه او المكافئات اللي بياخدها مش هتقدر تعيش. فبالتالي هو لازم متمسك بفكره ان هو لا لازم اكمل تعليمي ولازم ان انا اواصل في دراستي عشان خاطر يبقى معايا شهاده، ان انا لو بطلت او اعتزلت حتى بدري او متاخر ان انا يبقى معايا حاجه تانية او شغل تاني ان انا يبقى دخل ليا ولاسرتي. دي مشكله، دي مشكله على فكره، وبتاثر بعد كده في الترتيب، وبتاثر بعد كده ان انت ما بتبقاش من الدول المتقدمه في رياضات كتيره. لان اي، وانا مش هلوم هنا الاهالي، بس اي حد لو ده المستقبل هقول له لا ركز، هقول لابني ركز الاول في الدراسه، لان احنا بنشوف المستقبل فعلا زي ما انت بتقولي مش هيبقى عنده الدخل، مش هيبقى عنده المستقبل اللي يضمن له حياته. ده بالتاكيد. بس برضو انا عايزه على الجانب الاخر، في بصراحه مدارس او جماعات يعني بتراعي دوت. يعني انا كنت اتكلمت مع اكتر من بطل مثلا زي بطلتنا هنا جوده، لا يعني عندها مثلا مامتها كانت بتحكي لي ان المدرسه بتاعتها متعاونه معاها جدا. دي مدرسه خاصه. اه بالظبط، فهي دي مشكله. في جماعات ما يعني ما رحناش بعيد. في جامعات مثلا كانت زي جامعه بطلنا مصطفى عسل او علي الصاوي بطل كاراتيه، كانوا بيتكلموا ان هم متعاونين لما بيشوفوا ان هم عندهم معسكرات او استعدادات لمنافسات مهمه بيسمحوا لهم ان هم ياجلوا الامتحانات. ففي وفي بصراحه، بس انا اتمنى ان الموضوع يبقى من فوق زي ما بنقول، من الوزاره هي اللي تتدخل في الموضوع دوت عشان خاطر توفق، لان بحيث ان ما نلاقيش بطل بيعتذر عن بطوله مهمه جدا. بالظبط، عشان خاطر عنده امتحانات. طب البطوله المهمه دي برده هتحط مصر في اللعبه في حته تانية. فدي اتمنى ان هي ان شاء الله تتحل. هي منظومه لازم البيز يتصحح عشان بعد كده تقدري تقولي، لكن هصحح من فوق مش يعني هتبقي زي ما تكوني بتلزقي كده، خلينا نقولها يعني منتهى الصراحه. عايزه اروح معاكي لرياضه البينج بونج او تنس الطاوله زي ما بتقال عليها. عندنا ابطال كتيره منهم هنا جوده كان حماته في الاولمبياد اللي فاتت. بصي حماتو ده يعني صورة. لا مش معقول، حاجه لا توصف. لو معانا صوره يا جماعه يا ريت ننزلها. ازاي كده في كائن، في شخص على الارض كده، يعني سبحان الله. يعني عارفه اللي هو انا مش بس عندي تحدي لاعاقه او عندي تحدي عامه في حياتي، لا ده تحدي صعب قوي، ده اصعب انواع التحدي، ده بيلعب ببقه. يعني
انا ما شفتش كده في حياتي، وده اللي خلى حماته في الاولمبياد اللي فاتت العالم كله كان بيتكلم عنه، بيتكلم وبيصوره وبيحضر الماتشات بتاعته، وهو حقق انجاز على فكره برغم اي شيء، رائع رائع وفخورين بيه. ايه ده؟ بالتاكيد يعني قابلتيه قبل كده؟ انا قابلته كتير، كان في ايفنت الابطال، ابطالنا البارالمبيين من ذوي الهمم، وهو كان حاضر بصراحه، واتكلمت معاه وكنت عامله معاه قبل كده انترفيو. يعني بصراحه هو قصه نجاح، يعني الواحد لما بيكون تعبان شويه اصلا ما بيقدرش يقوم يقول من لك انا مكانه، مش قادر والله اتحرك بجد بالظبط. ده بيلعب، بيحط المضرب في بقه ويرفع الكره برجليه، بيعمل حاجه تحس ان هو. انا فاكره بعد البارالمبيات او اثناء البارالمبيات ديكوفيتش اللي هو بطل التنس طبعا النجم الصربي الكبير، كان حاطط صوره حماته ستوري عنده على الانستجرام من كتر ما هو مبهور، او اللي هو ازاي ده بيحصل، حتى لو انت يعني حماته ما جابش ميداليه او ما حققش انجاز، بس الحاله في يعني في حد ذاتها حاله غريبه. يعني الشخص بيرفع ما عندوش ايد وما عندوش ذراعات، ما عندوش ذراعين، بيناجح ان هو يحط اللي هو، لا مصر ان هو يلعب وينافس في بطولات كبيره جدا. فبصراحه لا، هو حماته قصه نجاح كبيره جدا يعني انا بشوفها. لو هنتكلم على التنس الطاوله بشكل عموما، عموما يعني في عندنا مصر أبطال منهم كتير بصراحة على صعيد الرجال والسيدات. جدا، يعني احنا عندنا لو هنتكلم عن ابطالنا زي عمر عصر، طبعا عمر عصر اللي كان بيحقق، كان قريب جدا ان هو يحقق ميداليه في اولمبياد طوكيو، جاب مركز خامس، كان مستواه قريب جدا من بطل الصين اللي هو كان بينافسه في اخر مباراه ليه في الاولمبياد، دينا مشرف بطله افريقيا، هنا جوده طبعا. وهنا جوده انا بحترم فيها فكره ان هي من وهي صغيره ودلوقتي وعندها لسه 13 14 سنه بتطلع معسكرات بره في تركيا وفي سنغافوره وفي الدول اللي هي الشاطرين قوي في اللعبه دي عشان تحتك بيهم، ويبقى مستواها من وهي صغيره مستواها تاخد خبرات من الناس دي، لان الناس دي زي ما قلت في البدايه مستواهم شويه اعلى مننا، لان هم خلاص تطوروا بشكل تحس ان في كمبيوتر بيلعب قدامك. يا جماعه انا الناس معانا ممكن نعرض يعني صور للابطال اللي احنا بنتكلم عنهم، عم ابراهيم حمادتو، هنا جوده، يعني نزلوا لنا صور الابطال بتوعنا. بصي هنا زي ما كنت بقول برضو في الانترو لما جبت يعني خبر عنها، هي مشروع لبطل، مشروع لبطل اولمبي، ويمكن كابتن محمود الخطيب اتكلم تحديدا كمان عن هنا قبل كده وقال لك احنا بنعد ابطال عندنا من النادي الاهلي يكونوا ابطال اولمبيين، منهم نموذج هنا جوده. احنا نتمنى بقى ان هو يعمم يا دينا، ما هي دي النقطه، ازاي ممكن التجربه دي ان هي تعمم بشكل كبير جدا على كل الانديه وعلى المنتخبات بتاعتنا. فبرضو لان ممكن تلاقي نموذج طالع ده بيبقى نموذج فردي، احنا عايزين كله يبقى كده. انا بشوف انه مهم جدا رياضه المدرسيه، يمكن الموضوع دوت ما حدش قوي بيتكلم عنه. احنا طبعا وزاره الرياضه عامله مشروع البطل الاولمبي او اللي هو الموهبه والبطل الاولمبي، لكن انا بشوف انه مهم قوي موضوع تعميم الرياضات المدرسيه، ان انت الطفل من هو عنده 5 أو 6 سنين تهتم ان هو يبقى بيمارس رياضه معينه في المدرسه، المدرسه يبقى عندها فرق اكتشاف موهوبين، ده مثلا موهوب في الجمباز، ده مثلا في الطايره، ده في اليد، ده في الاثقال. فده مهم جدا ان انت هتبتدي ان انت تكتشف مواهب من وهي صغيره وتبتدي تطورها من وهي صغيره وتدخلها في معسكرات. بالظبط. فده ده مهم جدا، والموضوع دوت للاسف انا مش بشوف. احنا عندنا من زمان واحنا حصه الالعاب او دي حاجه مش مهمه اصلا خالص احنا في كنا معظم بننزل المدارس. نقعد ناكل ايام بالظبط، يعني الموضوع ملوش لازمه اصلا. وعلى فكره معظم المدارس كده لحد دلوقتي، يمكن هتلاقي للاسف اهتمام اللي هي المدارس الخاصه او اللي هي الحاجات الانترناشونال، بس معظم المدارس والله ما عندهاش. برضو ما فيش فرق قوي، يعني يمكن دلوقتي اختلف الموضوع، ممكن مش عارف، احنا بس نتمنى ان يعني هو يتعمم في موضوع الرياضات المدرسيه ده، ان وزاره الرياضه تهتم بيه اكتر، ووزاره طبعا بالتعاون مع وزاره التعليم طبعا يبقى فيه اهتمام بالموضوع دوت، لان ده هيطلع لنا مواهب كتيره جدا احنا مش شايفينها، او ممكن الاهلي ما يبقاش عارف ان ابنه عنده موهبه في الرياضه دي، فدوت ممكن يطلع لنا المنتخبات كتير زي هنا جوده بالظبط. ومصطفى عسل. ولو تم بقى فعلا تركيز اللي هو المشروع الاخير اللي طرحته وزاره الشباب والرياضه اللي هو كان من فتره لكن نال اهتمام يعني اكتر مؤخرا، هو مشروع البطل الاولمبي، وفكره ان انا ببحث عن مواهب في اماكن مختلفه اللي هي الاماكن الاقل حظا يعني الاكثر فقرا، الحاجات اللي زي كده بروح اشوف اعطاء فرصه زي ما بيتقال لمن ليس له فرصه، صح. دي في حد ذاتها ممكن بعد كده تخرج لك فعلا ابطال اولمبيين انت مش شايفهم وهم ما عندهمش القدره ان هم يوروك نفسهم. فنتمنى ده يعمم كمان على المدارس المختلفة، ممكن في المدارس تلاقي عناصر كتيرة ممكن بعد كده تبقى أبطال، يعني واي نوت. فعلى كل حال دينا قراءة كانت سريعة بس بجد يمكن لفينا على الرياضات كل كلها. الرياضات. نورتينا، ومرة تانية كل سنة وانتي طيبة. ميرسي جدا يا نهاوند، وكل سنة وانتي طيبة.
طيب انا هسيب حضراتكم كده، الحلقه خلصت، هنسيب حضراتكم بقى مع الفقره المسجله دكتور ايمان المراكبي وفقره طبيه، واشوفكم بكره ان شاء الله انا وكريم في حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.